الفائز الحقيقي في الحياة ماشي الأكثر سرعة في القيادة ولكن الأكثر حذر. تبدا البرنامج فيديليتي باي أكسا غادي تستافدوا من رصيد ولاء اللي كيتزاد عام بعد عام وكيقدر يوصل حتى ل 5000 درهم يمكن لكم تستعملوه في حالات حديثة. أكسا رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. مشاهدينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. سابقة من نوعها أن تصدر رئاسة الجمهورية الجزائرية بلاغا عن صحة الرئيس بوتفليقة من خلال نقله أخيرا إلى فرنسا من أجل العلاج، ما يطرح أكثر من سؤال ويفضي إلى الكثير من القراءات بعد أن كان الشعب الجزائري لا يعرف إن كان الرئيس مريضا أم أنه فارق الحياة ويكتفي بما يقال على وسائل الإعلام الرسمية. قبل الدخول إلى عمق هذه المعطيات والحديث عن هذا الموضوع بتحليل معمق وجب أن نذكر بأنه تم أمس الجمعة نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا وذلك بسبب مضاعفات في حالته الصحية، حيث سيقدم له الأطباء المعالجون الذين يتابعون حالته العلاجات المناسبة على حد قول وسائل الإعلام الجزائرية. غير أن رئاسة الجمهورية خرجت ببيان مثير جاء فيه أن بوتفليقة غادر أرض الوطن إلى فرنسا في زيارة خاصة قصيرة يجري من خلالها مراقبة طبية دورية تحت إشراف أطبائه المعالجين. ومن هذا المنطلق يتضح أن النظام الجزائري قام ولأول مرة بإخبار الشعب الجزائري بأن بوتفليقة رحل إلى فرنسا من أجل العلاج بعد أن كانت صحة الرئيس خطا أحمرا يشوبها الكثير من التعتيم الإعلامي، وبهذا يكون النظام الجزائري قد كسر حدود العادة وأعطى دليلا على أن هناك تغييرا ما في استراتيجية النظام، وهو متغير يوحي بأن النظام الجزائري تحسس قلب الرئيس الجزائري المقعد والمريض، فهل وجده متوقفا أو أنه واهنا لا يقدر على إتمام العهد الرابعة؟ لكن هذا المتغير لا يخدم النظام أبدا، لقد كان ممكنا ذلك قبل هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها الجزائر، بل قبل العهد الرابعة فالشارع الجزائري اجتمعت عليه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وفجرت بداخل المجتمع الجزائري احتقانا رهيبا، فأصبح لا يريد أن يسمع الكثير من الزيادات والتراجعات الاقتصادية والاجتماعية وحتى على مستوى الحريات، وهذا في وقت يواصل النظام دعمه لجبهة البوليساريو الانفصالية، وهذا كله ما يجعل الشعب الجزائري يوجه نظره إلى النظام ورئيس البلاد ليجد أن كرسي الرئيس شاغر ولا وجود لرئيس بالمعنى الواقعي للجزائر، وهي إهانة أخرى يستهدف بها النظام الشعب. وهنا نجد أن الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي يرون في بلاغ رئاسة الجمهورية بداية نهاية النظام وبداية التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري. نقطة أخرى يجب أن نشير إليها أن النظام الجزائري الذي يعرف الجميع أنه يقلد المغرب في كل شيء وفي كل المجالات يبدو وكأنه يريد تقليد المغرب مجددا، فأصدر بلاغا عن رحلة بوتفليقة العلاجية وذلك حينما أصابت نزلة برد الملك وقرر السفر إلى فرنسا من أجل قضاء فترة نهقها هناك، رغم أن المقارنة تستقيم مع وجود الفارق، إذ أن وجود محمد السادس للعلاج في باريس تحول بفعل الإحساس القوي والحضاري بالمسؤولية التاريخية للملك في ظرفية دولية دقيقة جدا إلى زيارة رسمية ومشاركة وازنة في قمة المناخ، وكذا في الأجواء لما بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس. قلنا إن المقارنة لا تستقيم مع وجود الفارق لأن الفارق جوهري وشاسع بحجم التاريخ، فمن جهة كان هناك تعامل مغربي شعبي خاص مع الحالة الصحية للملك، تحول الفضاء الأزرق إلى مجال للفيسبوكيين المغربة بالتعليقات المرفوقة بالدعاء له بالشفاء العاجل والعودة السريعة والميمونة، والشيء نفسه هيمن على المجالس الخاصة والعامة التي كانت وما زالت تلهج باسم وحب الملك، فيما الساحة الجزائرية تعج بغضب الشعب الجزائري الذي يوجه الضربات الموجعة إلى النظام وإلى شرعيته من خلال التعليقات والنقاش الذي فجرته رحلة علاج بوتفليقة، وهو نقاش يتحدث فقط عما بعد بوتفليقة وعن ممارسات الفساد والاستبداد التي يمارسها جنرالات الأمن العسكري في حق البلاد والعباد. نستمع مجددا للخبير الاستراتيجي محمد بن حمو في هذا الصدد، نتابع. لأنه لا قياس مع وجود الفارق، والفارق كبير جدا في الحالتين. جلالة الملك يعني عانى من وعكة صحية طارئة، يعني السفر ديالو للهند وكانت يعني واضحة المعالم ديالها، وجلالة الملك يعني عرشه فوق قلوب كل المغاربة، وبالتالي ما يربطه يعني بالمواطنين والمواطنات ليست علاقة ملك
يعني بمواطنيه، ولكن علاقة يعني علاقة حب، وعلاقة يعني علاقة حب كبيرة، وعلاقة يعني إنسانية كبيرة، وعلاقتهم معاه يعني علاقات مع رب الأسرة. فبالتالي يعني لهذا يعني يكون التخوف، ويكون التعاطف، ويكون الدعاء، ويكون يعني الفرح يعني تحسن تحسن يعني الحالة الصحية، فترة النقاهة والعودة يعني السالمة. الرئيس الجزائري يعني هو رئيس يعني لنظام ما يربطه يعني بالشعب الجزائري، يعني هو رابط يعني مادي أكثر منه رابط معنوي أو رابط يعني عاطفي. وتجدر الإشارة إلى أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري تعتبر إحدى أهم النقاط التي تثير الاحتقان السياسي في البلاد، وتؤشر على تفجر الأوضاع في أي لحظة، وخصوصا في ظل التعتيم الإعلامي الذي يرافق صحة الرئيس الذي يحكم الجزائر لولاية رابعة. دمتم في رعاية الله، وإلى فرصة قادمة بحول الله.